بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إذا سنشرح في هذا الفيديو برنامج هام جدا في مجال الظواهر الكهربائية، حيث يساعدني هذا البرنامج على محاكاة عمليتي الشحن والتفريغ من خلال رسم اهتزاز انهباطي ذو ذاكرة. البرنامج عبارة عن محاكاة، لكنه يعطيني صورة وكأن الجهاز أمامي. يشابه البرنامج جدا ببرنامج كروكودايل في تمثيل الذرات، لكن يعطيني صورة أكبر لي أو أوضح لرسم اهتزاز المهبطي. إذا لدينا البرنامج أيقونته تكون بهذا الشكل. لدي هنا الإصدار 14، عند الضغط عليه يفتح البرنامج. إذا لدينا هذه واجهة البرنامج، لدينا هذه المساحة هي مساحة العمل، وهنا كذلك لدينا شريط قوائم وهناك شريط الأدوات. سنركز على الأدوات التي نحتاجها فقط، ويمكن لك اكتشاف المزيد من خلال تصفح البرنامج. مع العلم أن البرنامج حجمه كبير، حيث أنه يتجاوز 700 ميجا بايت، لكنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الأجهزة التي يمكن الاستفادة منها في مجال الظواهر الكهربائية بالنسبة للشحن والتفريغ وبالنسبة للوشيعة، كذلك بالنسبة للمحولات، وكذلك بالنسبة للدار RLC. سنركز على أهم الأشياء التي نحتاجها فقط. لدي هنا شريط الأدوات في أدوات مختلفة. سنستعمل القائمة الأولى التي تحتوي على المولدات، الثانية تحتوي على المقاومات والذاتيات والمكثفات، ولدينا هنا الديود فقط، هذا ما سنستعمل. كذلك هنا لدينا ثلاثة أزرار مهمة، اللي هي زر التشغيل، عند تركيب دارة سنشغلها من هنا. يمكن وضع توقيف مؤقت أو توقيف للمحاكاة. الجهة اليسرى تحتوي على أهم شيء سنحتاجه، اللي هي الأجهزة الكهربائية التي نحتاجها، مثل الجهاز متعدد القياسات، مثل GPF، مثل الأوكسيلوسكوب. لدينا عدة أنواع من أجهزة رسم اهتزاز انهباطي. يوجد ما هو توضيحي بشكل جيد، ويوجد ما هو مستعمل مثل التي في المخابر والتي سنتعرض عليها من خلال هذا الشرح إن شاء الله. لدينا هنا في الأسفل، إذا سنشرح القائمة هنا، لدينا هذا عبارة عن GPF، لدينا وات متر، لدينا أوكسيلوسكوب، عند الضغط عليه يظهر بهذا الشكل. عند النقر مرتين تظهر الشاشة بهذا الشكل. إذا هذا عبارة عن جهاز رسم اهتزاز مهبطي بسيط، حتى هو ذو ذاكرة، أي يمكنه تسجيل عملية الشحن والتفريغ من البداية إلى النهاية. هذا ذو مدخلين أو بي، لدينا زائد والناقص. إذا نربط بالمربط الأول، ثم بالنسبة للأرضي هو السالب. لدينا القناة الثانية كذلك، كل قناة مؤشر عليها هنا، كانال أو شانل أو شانل بي. هنا المسح الزمني، وهنا المسح الخاص بالتوتر، التوتر الكهربائي. هذا بالنسبة للقناة الثانية. ولدينا بالنسبة للزمن يمكن حسابه من خلال الكيرسل T1 T2، ويمكن من خلال المثال سنلاحظ كيفية العمل. يمكن تغيير الشاشة من سوداء إلى بيضاء عند تشغيل أي محاكاة. نتمكن من الملاحظة هنا على الشاشة. وهناك قراصن مثله، لكن ذو أربعة مداخل A و B و C بنفس الطريقة. رسم اهتزاز الشبيه الذي نعمل به هو موجود في الأسفل. لدينا أجيلو، ولدينا تكترونيك، هذا شبيه جدا، سنضعه هنا. عند الضغط عليه مرتين يظهر على الشاشة بهذا الشكل، وهو شبيه جدا برسم اهتزاز مهبطي ذو ذاكرة المستعمل في المخابر. فقط الاختلاف في أن هذا يحتوي على أربع قنوات عكس الموجود الذي يحتوي على قناتين. إذا القناة الأولى 1 2 3 4، إذا 1 2 3 4. لدينا الجي والجراوند الأرضي، ولدينا الشاشة موجودة هنا،
تشغيله لتشغيله نضغط على هذا الزر فتظهر سيظهر البيان الذي ستحصل عليه من بعد هنا. ويمكن التحكم في القنوات من خلال هذه الأزرار الخاصة بها. في رسم اهتزاز مهبطي للذاكرة نجد هذه الأزرار مكتوب عليها FA, F2, 3 و4 وربما حتى 5. ونفس الريغلاج الموجود هنا هو نفسه الموجود بالنسبة لجهاز رسم اهتزاز للذاكرة الحقيقي. لهذا يمكن الاستفادة من هذا البرنامج لمشاهدة هذه الظواهر التي ندرسها. كيفية ربط الأجهزة في الدارة سنتعرف عليه لاحقا. سنقوم الآن بتركيب دارة بسيطة وملاحظة أهم الملاحظات التي يجب التقيد بها لكي يعمل معي البرنامج بشكل جيد. إذا سنقوم الآن بإنشاء دارة بسيطة. سنختار مثلا مولد التيار المستمر ولدينا مثلا مكثفة ومقاومة. إذا لاختيار مولد نضغط على هذه القائمة تظهر قائمة بهذا الشكل فيها مولدات باور سورس ولدينا قائمة فرعية لكل المولدات الخاصة. لدينا مثلا تيار مستمر او تيار متناوب. لدينا هنا تيار مستمر تظهر القائمة هنا او عفوا الصورة. نضغط على اوكي لاختيارها. اذا تتحرك بتحريك الماوس نختار اي مكان ونضغط على اوكي فتتحرر وتظهر القائمة من جديد لاختيار جهاز اخر. اذا لم نريد اظهار اي جهاز سنغلق من كلوز. نختار مثلا مقاومة نضغط على هذا الزر تظهر هذه القائمة الخاصة بكل الأجهزة الكهربائية مثل القواطع المقاومات وغيرها مثل المكثفات مكثفات متغيرة مقاومات متغيرة وهكذا. سنختار مثلا مقاومة يمكن كتابة قيمة المقاومة أو البحث عنها من خلال القائمة تحتوي على مجموعة من المقاومات. مثلا هناك كتبت 10 كيلو لهذا لم تظهر القوائم الأخرى. في الحالة الأولى تكون هناك مجموعة من المقاومات يمكن اختيار أي منها أو كتابة التي نريدها هنا واختيار أوكي. سأختار الآن مكثفة. أنا كتبت قبل 25 ميكرو. في الحالة الأولى تكون هناك قائمة كبيرة جدا من المكثفات يمكن اختيار أي منها أو كتابة مباشرة هنا 25 مثلا ميكرو فارد أو تغييرها مثلا. مثلا سأختار مثلا 15. إذا يعطيني خيارات من 15 ميكرو فارد تضغط على أوكي. إذا ثم كلوز. يمكن كذلك تغيير القيم من هنا مثلا نضغط مرتين ونغير القيمة على حسب التي نريد من خلال لوحة المفاتيح. نفس الكلام بالنسبة لي نفس الكلام مثلا بالنسبة لي المولد وبالنسبة لي المقاومة. لربط هذه العناصر مع بعضها نذهب إلى بداية من المولد ونضغط على زر الفأرة الأيمن نبقى نضغط عليه وأقوم بالتحرك بالماوس ثم تحرير الزر بهذا الشكل. إذن يظهر هذا اللون الأحمر عبارة عن سلك توصيل. نفس الشيء أحدد هنا نبقى نضغط على زر الفأرة الأيمن وأحرر ثم أحرره مرة أخرى. لدينا هذه مثلا دارة بسيطة. لتشغيل هذه الدارة نضغط على زر رن يظهر رسالة في الأول. هذه رسالة خطأ تقول بأن الأرض غير موجود. لهذا البرنامج يوفر لي الحماية وكأني أشتغل في الواقع. لهذا يجب ربط الأرض بالدار. من أين نأتي بالأرض؟ نذهب إلى جهة المولدات ونبحث عن ground بهذا الشكل. نضغط OK. إذن هذا هو الجراوند.
إذا يمكن حمله ووضعه في أي مكان مثلا. الآن عند تشغيل الدارة لا تظهر رسالة الخطأ دلالة على أن التركيب هنا سليم. الدارة الآن لا تظهر أي شيء لأن لا يوجد أي جهاز مربوط بالدارة، لهذا لاستعمال أي جهاز نوقف المحاكاة. ونلاحظ كذلك أنه عند تشغيل المحاكاة لا يمكن اختيار أي جهاز، لكن عند توقيف المحاكاة تظهر هذه القائمة بشكل أوضح ويمكن اختيار أي جهاز. مثلا إذا اخترت مثلا أوكسيلوسكوب جهاز رسم اهتزاز مهبطي بهذا الشكل، وأردت متابعة التوتر بين طرفي المقاومة، سأربط المربط الأول بهذا الشكل، دائما عن طريق زر الفأرة، أزرار الفأرة نستعمل نربط الدار، المربط الأول ثم المربط الثاني اللي هو السالب إلى الأرضي. إذا نضغط مرتين ونشغل الدار. إذا الدار غير موجود بها قاطعة، لهذا سنشغل مباشرة من هنا. إذا عند التشغيل سيظهر البيان باللون الأحمر. يمكن مثلا تغيير الزمن من هنا لتبطئ العملية حتى تظهر عملية الشحن بشكل أوضح. سنعيد تشغيل المحركة، نلاحظ أن البيان ينطلق من قيمة عظمى ويستمر بنفس القيمة، بمعنى لا يظهر لي الانتقال من الصفر من بداية تغير التوتر إلى نهايته، لهذا يجب الإشارة إلى هذه الملاحظة. نضغط هنا على توقيف المحاكاة مع السيميليت، ثم نذهب إلى أناليز أند سيميلاسيون، فسيظهر هذا الخيار. نذهب هنا مثلا لدينا إنيسيال كونديسيون أي الشروط الابتدائية. البرنامج في الأول يعتبر أن المكثفة مشحونة، لهذا يعطينا القيمة مباشرة الموجودة على المولد التي هي 12 فولت. سنقوم بوضع خيار بحيث يعتبر أن المكثفة غير مشحونة في الأول، لهذا سنذهب إلى هذا الشرط، ثم نضغط هنا ونضغط على set to 0 أي يعتبر بأن المحاكاة أو أن المكثفة مثلا هنا غير مشحونة. نضغط سيف ونعيد تشغيل المحاكاة، فيبدأ الشحن من البداية إلى النهاية. يمكن توقف المحاكاة، يمكن تغيير الزمن وزيادة الزمن بهذا الشكل. سنعيد المحاكاة من جديد. إذا يمكن تكبير هذه الشاشة. وملاحظة ظاهرة الشحن الخاصة بهذه المكثفة. يمكن توقيف المحاكاة لأن المرحلة سيستمر في بشكل خط موازي لأن المكثفة مشحونة. لحساب زمن الشحن يمكن الاعتماد على هذه الأزالة، لدينا هنا عبارة عن عمودين، العمود الأول خاص بتي ار والثاني تيدو. يمكن تحريك هذا بهذا الشكل خلال زر الفأرة أو عن طريق وضع الماوس هنا والضغط عليه تظهر يد بهذا الشكل، ونقوم بتحريك إلى غاية القيمة التي أخذها. لدينا هنا بالنسبة لدينا 5 فولت كل تدريجة، مع لدينا 5 و5 وتقريبا 5.2 هي 12 فولت، هذا بالنسبة للتوتر. بالنسبة للدلتا تي اللي هو زمن شحن 5 طو، راح يظهر هنا في هذا المكان تي ا و تي دو، تي ا خاص بهذا و تي دو خاص بهذا، ودلتا تي هو الفرق بينهما. لدينا تقريبا زمن الشحن 738 تقريبا ثانية. إذا بهذه الطريقة يمكن الحصول على زمن الشحن. بالنسبة لجهاز رسم اهتزاز مهبطي ذو ذاكرة الشبيه بالذي نستعمله، يمكن كذلك ربطه في الدارة. لدينا هذا النوع،
هذا. إذا يمكن ربط المربط الأول بين طرفي المكتفة والأرضي نربطهم هنا ونقوم بضغط على البرنامج. إذا نشغله من هنا ونضغط على زر المحاكاة فيظهر البيان بشكل غير مضبوط لأننا لم نقوم ببعض الإعدادات الخاصة بالبرنامج. يمكن التحكم فيه من خلال لدينا المسح الزمني هنا ولدينا الفولت هنا. سنضع مثلا 5 فولت ونغير في المسح الزمني. كذلك لملاحظة الإشارة يجب أن نذهب إلى خيار تريجر اللي هو ديكلونشمو ونضع لدينا أوتو. لدينا هنا نضع إيج، هذا الزر يتحكم في التيب إيج سورس شان أ والسلوب ريزين والمود أوتو. إشارة المسجلة الآن، أما عند تغييرها ستسجل الإشارة التي نقطعها. نعيد المحاكاة من جديد، قم بتغيير الزمن. فيظهر البيان بهذا الشكل. يمكن التحكم دائما في قاعدة الزمن وحتى الحصول على البيان الخاص بالشحن والتفريغ. إذا هذه كانت نظرة بسيطة عن البرنامج. يمكن مثلا تخزين هذا المشروع وإظهاره عندما نعده بشكل جيد، يمكن إظهاره مرة أخرى بدون إعادته من خلال حفظ المشروع. أضغط هنا على السيف فيقوم بتخزينه. نضغط على السيف حتى تخزن كل المحاكاة ونختار مكان الحفظ. مثلا لدينا هنا عدة محاكاة قمت بتخزينها، سنعطيها مثلا اسم ونخزنها. ولاستدعائها يمكن البحث عنها مثل هذه واستدعائها.